بالتأكيد وأكيد طبعا، بما أننا متابعين لسه في فقرة السوشيال ميديا، الكابتن رضا عبد العال عنده قناة على اليوتيوب، وبما أن اليوتيوب أحد فارس فهو كان له تصريح بنقول له خد بالك يا كابتن رضا، التصريح مش في محله، لأن بيقول أن النادي الأهلي المفروض أنه يفوز ببطولة الدوري الموسم القادم، ولو النادي الأهلي ما حققش بطولة الدوري الموسم القادم يبقى كده ثروت سويلم أو العميد ثروت سويلم والحاج عامر حسين هما اللي منحوا الدوري للنادي الاهلي. واضح ان الكابتن رضا عبد العال مش واخد باله ان لما الكابتن ثروت سويلم استقال يا فارس كان ايه المنصب اللي معروض عليه في نادي الزمالك. من مين؟ من مؤسسة الزمالك بالزبط. وعلى رأسها رئيس النادي كانوا بيزكوه ان هو شخصية لها اعتبارها وان هي شخصية كانت عادلة جدا في ادارة المسابقة. احنا بنشككش في ده، احنا بننفيش ده، ولكن احنا بنتكلم في قصة ان كابتن رضا عبد العال منطقية التصريح حتى بالظبط التصريح مش منطقي بالمرة. انت بتستشهد وكأن النادي الاهلي كان بيستفيد من وجود الاشخاص في مناصب معينة، طب كان اولى بالتالي ان انت كنت هتعترض على وجود الاشخاص دول في نادي الزمالك. بس انا عايز اقول لك حاجة يا احمد حلوة. كابتن رضا، كابتن رضا طلع بقناه على اليوتيوب فحب يعمل حاجه حلوه قوي، خناقه مع في الزمالك مع اشخاص، كابتن طارق يحيى، استاذ امير مرتضى، فحب يعمل خناقه، المشاهده تعلى، وبعد كده رجع كابتن رضا لم الشمل مع الناس، ودي نوع من انواع الفرقعه الاعلاميه. حلوه كابتن رضا، بس ابقى خد بالك وانت بتقول الحاجه بحيث ما تتحسبش عليك، خاصه كمان وان الاستاذ عامر حسين او الحاج عامر حسين اذا كان متهم في تاجيل مباريات واحنا خلاص قتل الموضوع ده بحثا، السوبر بصدد التأجيل يا فارس، السوبر المصري وكأن التأجيل. أول فكرة اللي كان بيتم الترويج ليها المؤجلات وإن احنا يبقى عندنا نظام، خرج أحد القنوات اتكلمت عن إن إزاي المنافس هيلعب بالشكل المضغوط ده، مباراة بيراميدز وإنذار عمرو السولية وطرد أيمن أشرف، طلع يتكلم بقى عن اللايحة وإن دولت هيغيبوا عن مباراة السوبر، ولو ما دخل الحاج عامر حسين قال له هيلعبوا لأن ده موسم منفصل، فضل يشكك كتير جدا ومجاملات للنادي الأهلي، وطبعا عمل استوديوهات على الموضوع ده. والقدر بقى بالظبط. كابتن خالد غندور، حابين نقول لك لو أنت عايز تمشي بالمعيار اللي أنت كنت عايز تستبعد عليه عمرو السولية ورمضان صبحي، بنقول لك فرجاني ساسي وطارق حامد خدوا إنذار في المباراة اللي فاتت، ولو مشوا بمعيارك الطبيعي إن هم يغيبوا عن مباراة الاتحاد في الدور قبل نهائي الكاس مصر، يا ترى لو لعبوا هيكون راي حضرتك ايه؟ ان انا ما قلتش التصريحات دي اصلا. كنت بهزر. لا بخصوص بقى فارس، يعني طلع كلام كتير، احنا طبعا بنتكلم في حدث الاسبوع، طلع كلام كتير ان النادي الاهلي